النهاردة حضراتكم جايبين أكلة جميلة وسريعة. إيه الأكلة دي النهاردة؟ جايبين كفتة داوود باشا. كفتة داوود باشا هي مختلفة شوية عن إيه؟ عن كفتة الرز اللي هي اللحمة الجملي اللي بنعملها بالخضرة والحاجات دي اللي عند الجزار. كفتة داوود باشا جميلة جداً. جايبين النهاردة إيه؟ جايبين نص كيلو لحمة، وجايبين كوباية ونص رز، وجايبين بصل وفلفل ودقيق وتوم وبابريكا وعصير طماطم. هنزل الأول باللحمة المفرومة في الكبة، اديها ضربة كده. معايا بصلة متقطعة، قرن فلفل سبايسي على بارد كده، ما نكترش الفلفل، اديها بس طعم الفلفل. بحط الرز ده لان كفتة داوود باشا مختلفة عن كفتة الرز بتاعت اللحمة الجملي. اللحمة الجملي بننقع الرز، وبعد ما بننقعه بنحطه مع في المكنة عند الجزار، عنده حجر كده بيلف بينعمها لي. دي مختلفة شوية، دي مختلفة عن كفتة الجمل. فادي هنضيف الرز، احنا جايبين رز مطحون بس هو المفروض انا اعمله الرز هنا، اضربه في الكبة. هنزل بالرز كده، كوباية رز مطحونة، اشغل الكبة، معايا شوية بقدونس مش كتير، شوية صغيرين بقدونس. ننزل بالملح على الكبة، في الكبة شوية فلفل اسود، معايا شوية بابريكا، معايا توم مفروم برضو. هي مقاربة لكفتة الرز بس دي مختلفة شوية. نضربهم مع بعض. بعد دلوقتي هعمل ايه؟ هكورها بقى حضراتكم. هكورها، هديني دي كده بس نقطة زيت عشان الكور ما تمسكش في ايدي، ونكورها زي ما احنا عايزين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا بالدقيق في البولة، ننزل بقى بالايه؟ بالكفتة، كور الكفتة، نغبرهم بالدقيق وبعد كده نسيبهم يستريحوا. نغبر كده. بكده غبرنا الكفتة بتاعتنا بالدقيق، هنركنها شوية تستريح ونبدأ نعمل التسبيكة بتاعتنا. ننزل بشوية زيت، بعد كده معانا زبدة، ننزل بالبصلة، بصلة مبشورة، معايا تومة مفرومة برضو. دايما التومة بسيبها بعد البصلة بشوية عشان ريحتها تبقى موجودة كده. معلقتين عصير طماطم، دايما نحط الطماطم مع العصير الطماطم مع البصلة، لما بنحطها مع البصلة بتديني لون وبتديني شكل. ننزل بعصير الطماطم، ننزل بالملح، الملح على حسب الرغبة، انا حاطط في الكفتة ملح فمش هكتر الملح والفلفل. هقلبهم. معايا بابريكا برضو، هديها سنة شطة على بابريكا مع بعض عشان يبقى ليها طعم كده. نسيبها بقى تتسبك على ما نحمر الكفتة بتاعتنا. كده هنحمرهم طبعا في الزيت الاول، وبعد كده نطلعهم على منديل مناشف. الله الله، كده السوس بتاعنا استوى تمام. ننزل بقى بالكفتة عليه كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
لونها وريحتها تجنن. خلاص حطينا نزلنا بالكفتة على الصوص بتاعنا، هتاخد غلوة او غلوتين وننزلها. بكده حضراتكم خلصنا وصفة النهاردة، كفتة داود باشا. كفتة داود باشا جميلة جدا، جربوها هتعجبكم. مع تحياتي عبدو سعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.